حصلت عليه السيولة وتراجعه كان غريب حقيقة، ما صدق وشافه جاب 20 هللة، طلعوا قيمة الكامري ورجعوا. لكن خلونا نعرف ماذا يخطط لنا شهر مارش فنيا. خلاص الآن صار عندنا ترند واضح في دار الأركان، هذا الترند هو صمام الأمان. خلاص هذا ترند، وهذا سقف القناة حقه، هذا سقف القناة حقه. وشوفوا سبحان الله المنطقة دي بالذات اللي هي 79 هي منطقة استراتيجية أساسا. أنا ما بدي أدخل في الحديث اليومي بقدر ما بدي أدخل في الحديث الاستراتيجي. ها شايفين هذي، هذا اللو 6.68 وهذا الهاي 25.26 هللة من أعلى قمة في 2018 15.26. يلا شايفين 8.71 هللة، وفي عندنا هنا مطب بسيط اللي هو خط عرضي، شوف اللي هو يقرأ تقريبا ما بين مستوى 88 و 85. وعندنا متوسط 50% 9.5 متوسط 50 9.33. نحن ايش نبغى من دار الاركان؟ نبغى من دار الاركان يتخطى 39 33 هللة خلال الشهر عشان نروح فين؟ نكشف ال 38 فيه. ولو شطحنا الى سقف القناه حيكون سقف القناه قريب ل 10.5، وبعدها لكل حادث حديث، لانه هنا حيكون بينك وبين الترند الرئيسي الهابط شغلة بسيطة. لو كانت نتائج شوية ضيقت عليه إلا كسر 8.25 8.25. فإن شاء الله نشوف خلال هذا الشهر على الأقل مناطق قريبة العشرة ريال إن شاء الله. هي لو جات في الأركان دي الريال و30 هللة أنا أعتبره إنجاز لو تحقق خلال شهر كامل.